السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين قناة الشرقية للمواشي على اليوتيوب. حياكم الله في كل مكان اخواني. اليوم 14/10/2024 احنا متواجدين في سوق الاغنام جنوب الحسكة في سوق البقارة. اللهم صلي وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد. نشوف اخواني حركة السوق بشكل عام وتفصيلي. خليكم معنا تابعوا الفيديو من البداية حتى النهاية. اخواني لاعلاناتكم على قناتنا الشرقية المواشي، اي واحد عنده اعلان معمل علف، مغسلة مثلا، محل جملة، سمانة، قطع مطورات، اي شيء تحبون تعلنون على قناتنا على اليوتيوب، التواصل معنا على رقم الواتساب الظاهر اسفل الشاشة. اي شيء تريد الاعلان عنه عبر قناتنا على اليوتيوب، يعني احنا نروج لكم نسوق لكم ان شاء الله اي شيء تريدونه على قناتنا على اليوتيوب. التواصل على رقم الواتساب اسفل الفيديو وان شاء الله ما تكونوا الا راضيانين باذن الله تعالى. حياكم الله في كل 5,100,000. عندك شيء ثاني في طايم وران خرفان؟ خمسة ومية رغايث وران خرفان، ثلاث خرفان، 500. اللهم صل على محمد. عندك حكي سولف. 5,100,000 على السوري. لا اي 150. ما شاء الله عليك حلوات. ايوه 110,000 120 25 50 50 و 60 60 70 70 80 كيفك؟ ايوه 70 70 70 70. اطرد خلص خلص 70 70. تجونه 5,200,000 و 210. نعم ما شاء الله عليه توفى طيبات وران خرفان. ما شاء الله عليه تبارك الله. 210 اخوان نحكي بالليره السوريه. 210 دولار موجود اسفل الشاشه، ترجم على الدولار بين معك القيمه على الدولار. طبعا كل وحده منهم جاي نحكي بالمفرد. ايوه 210 210. 5,200,000 الراس الواحد. ابن وبان يعني ناجي وخاروفه خليفه. ترى هالرجال ما قصر، قول الله يبارك لك حجي. اطعمت الواحد يقول رزقة تربح منه الناس. 210 210. حدا عنده شيء؟ خرفان عندك شيء؟ 5,210,000 شو سنها؟ لا بالله ما قصر والله. ربعي ثاني فتاي ما شاء الله ممتاز. يلا يا عبد الله 5,200,000 متابعين الشرقية المواشي في كل مكان. طبعا هذا جامع موجود بالقرية اللي عندنا، يعني قريب علينا جدا الحمد لله رب العالمين. طبعا الجامع جاهز وجهزوا أهل الخير والحمد لله رب العالمين، ولكن الجامع ينقصه دهان من الداخل وطاقة. هاي دخلنا جوا بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا أخواني كما ذكرت لكم الجامع بحاجة دهان من الداخل وبحاجة طاقة، الطاقة ضرورية جدا لرفع الله أكبر، نعم لرفع الأذان، يعني يلزم طاقة كهرباء، لأنه الكهرباء تجينا كهرباء ولكن قليل جدا الكهرباء تجي. طبعا هذا الشيء المهم جدا بالجامع اللي بحاجته. طبعا موجود جهاز صوت والحمد لله، ولكن بحاجة طاقة، نعم بحاجة طاقة مشان الأذان وبحاجة دهان من الداخل. طبعا أهل الخير ما قصرم، كل واحد على استطاعته. طبعا هذا عمل خير وإن شاء الله الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ومثل ما يقول مسجل والحمد لله رب العالمين. ولا تستصغر مهما كانت مساعدتك ومهما كانت صدقتك، لا تستصغر وتقول بسيطة. لو تكون مثلا 25 دولار يعني عند الله عظيمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. شايفين هذا الجامع ما شاء الله عليه جاهز مجهز، وقاعد تقام به صلاة الجمعة وكامل الصلوات المفروضة والحمد لله. يعني أحيانا يصير بأذان وبدون كهرباء، يعني يؤذن المؤذن بدون برة المسجد، يؤذن بدون كهرباء، يعني وأهل القرية نفسهم بالقرية قليل من يسمعوا، يعني وهو محيط بقرى كثيرة. اللي يقدر يساعد هذا الشيء أجركم عند الله سبحانه وتعالى.
ابدا. انسان جنائي يظل يزاود يريد هنا 400 5 ملايين و400 ما شاء الله 400 والله جار البيت يعرف القلم شيل من القلم 400 ثنيه رباعيه 400 400 ما شاء الله تبارك 400 بعتها 400 يلا عوزها سلام 500 هشتغل 400 لا لا انت تبيعون خسر 500 اشتريت 500 قدر ما مسرح مزوداني ما اريده اه الا رجال مشيتها ب 400 اه بعدين اسوي ها 500 فصلهم اما 5400 الرجال ما يريد دلال ابراهيم الشرابي ابو احمد ما شاء الله تبارك الله طبعا سالته عسقله هاي اخواني شو تريد اشتريها يقول لي صارت مليونين و100 بس مو اليوم نهار السبت بس مكبوسه لحم كبس ما شاء الله تبارك مليونين و100 على السوري هاي صايره لحالها طبعا هاي اللي سامي صايره هاي اقل منها ما شاء الله تبارك الله بس لحم طيبه اللهم صل على شوف لكم اسعار المعز كله مثل اسخالات هذا اخواني قاعد يطلب عليها 1,300,000 اما ما صار شيء بس صغيرونات ناعمات حبه الناعمه جدا يعني 1,300,000 على السوري قاعد يطلب عليهن يعني اقل من 100 دولار يعني نعم اقل من 100 ما شاء الله شوفوا لكم اسعار المعيز هذا معزه جنيه على 1,500,000 جنيه يعني معزه سنه المعزه وهي اسخاله قاعد يطلب عليها 1,700,000 اكثر من 100 دولار اما لسه ما صارت شيء ما شاء الله الجداية جاي يطلب عليها 1,400,000 ما صار شيء حتى الآن طبعا اليوم يوم اثنين دائما السوق يكون خفيف يعني السوم ضعيف ولا صار زينة حيل زينة أما السوم ضعيف نعم ما شاء الله تبارك الله نشوف أبو أحمد بيش العويك أبو أحمد عويك عويك ثلاث ملايين ثلاث ملايين يعني غنم كبار اخواني جاي يطلب عليها 3 ملايين سوري 200 دولار الوحده. 27 الا ربع صار نهار السبت. ايوه 1,700,000 الا 25 ايوه صار يوم السبت كلامك ذهب يا ابو احمد. 25 نعم هذا انا ابو احمد. هذا ما صار شيء يعني 3.5 3 ملايين و500 الوحده. ايوه شيء 230 دولار. الفطايم الزين ابو احمد ما شاء الله عليها. صارت 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 2,150,000 50 قليل قليل عليها اي الريد 22 قتل 5 مليونين و200 تبيع يعني لو نسمو 50 زاد على ربع زاد بشي بيع رايحين ما شاء الله يا زين تحكي برابيت الطاقه والله طليان طوال حلوات فطايم طيبات ما المجنوي طيبات هذن يتعب اللحم يصير بواخر ما شاء الله عليه هاي اهل والده الزينه وراها فطيمه شنو سعرها شنو بيعها ما صار ايش طلبت عليها؟ 4700 صارت 4700 يوم السبت اليوم ما صارت هاي فطيمة حليب رباعية نعم ما شاء الله عليك طيب راسي طيبة بالحيل بزرة طيبة ما شاء الله عليها شنو وين وصلت ابو 200 خيو 5200 200 يا حسان 5 ملايين و200 ما شاء الله عليه الله يرزقك كانك انت قنعان تم البيع ما شاء الله هذا نعم سيد هذا والله ما صار شيء شنو وضع هذا؟ ها؟ كفو ايش قاعد تريدن؟ سكار ايش قاعد تريدن؟ 4 ملايين 4 ملايين ما صار شيء طيب القراقير ذن؟ القراقير ذن 26 والله ابو غزال ما صار ولا ورقه مليونين و600 ما صار شيء ما شاء الله هاي الوالده؟ 4 ملايين 905000 صار معناته كبيره نعجه وراء نعم 4 ملايين 905 يعني 5 الا شوي ما شاء الله 5 ملايين الا شوي خروفه طيب اخواني بس لكن نعجه نعجه لما نقول نعجه يعني سنه نعجه نعجه كبيره يعني وجدي 14.5 ريت 15 مليون و450 اقل من 100 دولار يريدون 100 دولار يعني 4 مصر 4.5 هاي 4 ايش كسرت هاي؟ هاي 3.5 صارت خيوة شنو وضعها؟ والله وضعها اشرون عجزه نعجه سنه نعجه 3 ملايين و500 شي 230 دولار يلا ريدها 25 هاي مليونين ونص سامونه 18 مليون و800 بعقلي ما ابي سنون والله خلصنا ايوه احنا اخواني نصور كل شيء العويك والوسط والفتاه هاي هاي شنو هاي؟ هاي ب 4 ملايين صار عيد 4 ونص 4 ملايين ويريدها ب 4 ملايين ونص زاد على نعجه اخواني وراها فطيمه ما شاء الله 250 ابو فواز قد ابو فواز؟
ايش قد صارت؟ صارت 5 ملايين و260. والله انا قلت فطيمه ثاني خاروف وراها. لا خاروف يا ابن الحلال هاي. بس مو شو ماله قرون؟ اجمع اجمع 300 يروح ابو فواز 300 10 10 لا لسه عليه وقت يطلع قرون 300 325 لك 10 الرجال 325 شنو سنه ابو فواز؟ رباعيه 325 300 ها؟ ليش بس؟ شكرا يا ابو سعد. اعلن مزاد يا اخوي لا تخرب المزاد. ليش؟ ليش؟ ما راح صارت نص عليك؟ سجلها نص 5.5 حط له 25 و25 اي 25 5 ملايين و525 25 525 راجعنا عليها داري الروح 525 عجا راح خروف هون الخرب الحمر الزين ما شاء الله 30 الصلاة على محمد 30 530 50 روح قعدت هنا عبد هي 550 سالفهم يا شباب 550 فتحها 490 600 يا فوز خفنا ثالثه والله فرح عبد 600 انا رباعيه يا شباب لا تفرون ايش تطلع ثالثه 600 وصعيد 100 يا اخي انا والله معلماني انا ولدتني نعجه 100 رباعيه 100 رباعيه 100 رباعيه شلون تقول رباعيه يا فوز لا ثالثه انت ساجكارك بعدنا يريدها ثالثه 600 لسنا بالبازار يا حجي والله نعرف الراس الله وكيلك اعرفها من راسي ايش تعطي باذن الله 600 ثالثة فتي يا اخواني يعني زين عليك 50 ها هاي 50 الرباعيه باثنين وثالثه ثلاثه لا خمسه خمسه انا ما جيت 50 تضرب منك هو يجيب لك 50 ما شاء الله وين وصلت ابو 50 انا اقول لك خمسه قاعد ازيد وين وصلت وين وصلت 605000 الله لا 5 ملايين و600 و10 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 55 700 صارت 75 75 10 على راسي والله اللي يبارك فيك هو 10 هو 10 هو 10 ما شاء الله ما شاء الله هو 10 800 عليكم هو 10 810 5 ملايين و810 ما شاء الله تبارك الله فايد اللهم صل على محمد اعطيك بيدي على سبحان الله اللهم صل على محمد 5 ملايين و810 الف ما بعد اخواني الدلاجة قاعد يفصلها ب 6 ملايين يعني 400 دولار ويقول زاد 5950 راجع صاحبه يعني اقل من 400 دولار تمام يعني شيء 375 دولار ما شاء الله